زبيري مصممة أزياء. المهم أنا من الأصل ديالي من ناظور، تنعيش هنايا، مقيمة هنايا في فرنسا، وتندير داكشي ديال القفطان. المهم عليه إقبال لا هو ولا الأزياء الثانية ما غاديش نقولوا. المهم الناس كاملة كتبغي القفطان المغربي وشاركت في بعض المعارض وشاركت في بعض السهرات داكشي تاع القفطان. تنخدم على الحرير، تنخدم على سميتو البروكار، تنخدم على الشواغوفسكي، تنخدم المهم صديقو على كل سنة وشنو تيخرج. المهم الموضة اللي تتخرج تنخرجو معاها. المهم هو هذا هو القفطان المغربي، ولكن حنايا تنبغينا نديوه بعيد، ما غاديش يبقى دائما في فرنسا أو لا في المغرب أو لا. المهم هو دائما ماشي بعيد، ما كاينش غير هنايا. بغيت يتصل بلانيت كافتون، المهم التليفون ديالي 07 55 31 50 95. شويه بونتان اللي بغيت يتصل مرحبا بيه.